تجسيد الأساطير والخرافات الشعبية وإحياء التراث الشفوي بجهة الجريد هي أبرز محاور اهتمام المهرجان الدولي للحلقة الشعبية بالجريد. وخلت طبل سجانها للقربة وتمنت يا جدا ويا جدا يا اللي مراها انقط بالودا سلم لي على ما أختي في بحر البلة بحر البلخة ذا مرة جبلها ما جايبلها جبلها حلقة وحرقوس بس تزينك العروس يا جدا يا جدا يا اللي مرقب الوداع سلمني على ما أختي ما أختي في بحر البلة بحر البلخة ذا مرة جبلها ما أكثر تفاصيل مع السيد محمد القرشي كاتب عام جمعية مسرح الخيمة المنظمة للمهرجان. المهرجان هذا حبيناه بالأساس يكون هنا في الجريد. الهدف المهرجان هذا هو تنشيط الحركة الثقافية، تنشيط الحركة السياحية الاقتصادية الاجتماعية، وهذا بشاركة متعدد الفنانين حكواتية ثم طنبالي كل موروث بالجهة اللي هو كان موجود. فإحنا العملية وبه هي عملية إحياء. مهرجان سينجز على مرحلتين، مرحلة ما قبل العيد ومرحلة ما بعد العيد، تكون من عدة فقرات متنوعة حتى نهار العيد. وهذا ما يقتصرش على توزر كمركز ولاية، بل يمتد إلى نفا، حزوة، جاش، الحامة، الشبيكة، مغزى، باش فرحة تعم شريط يعني. وخلت فضل سجانها للقربة وتمنت يا جدا يا جدا ولم يقتصر المهرجان على الموروث المحلي فقط، بل فتح المجال أمام عدة دول عربية وأجنبية للمشاركة في محاولة للانفتاح على باقي الثقافات العربية والعالمية. انتوزر جيهان زعرة للإذاعة الجهوية بقفصة. عندهم حزمة البصل وكعادة هديك واقف يستنى. أكد تماما أنه كملوا حزمة البصل، رجع وقالهم أعطوني حزمة البصل تبعتي. قالوا له خلصت.